في العراق دعا تحالف البناء مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية برهم صالح متهما الأخير بالحنث باليمين. وكان الرئيس العراقي قد طرح استقالته أمام مجلس النواب اعتراضا على ترشيح كتلة البناء أسعد العيداني رئيسا للحكومة. وقال برهم صالح في خطاب استقالته إن واجبه يفرض عليه عدم الدفع بمرشح لرئاسة الحكومة يخالف تطلعات الشارع العراقي ولا يعبر عن الإرادة الشعبية ولا يحافظ على مقتضيات السلم والأمن الاجتماعيين. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور وسام صباح المحلل السياسي العراقي. دكتور وسام أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. طيب الموقف الدستوري الآن للرئيس برهم صالح، ما هو الموقف الدستوري وفق الدستور العراقي طبعا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وفق الدستور العراقي منذ أن قدم استقالته، الدستور العراقي يقول بعد أسبوع أنه من تقديم الرسالة إلى البرلمان العراقي يعتبر أو تعتبر استقالة. ولكن السيد برهم صالح لم يشير إلى الاستقالة مباشرة، وذلك بسبب الضغوطات عندما وضع تلك الورقة، ورقة الاستقالة إلى البرلمان بيد البرلمان، لأن هذه الضغوطات التي جاءت من قبل الكتل السياسية، إذا رضخ السيد برهم صالح إلى الشارع العراقي على أن لا ينتخب أحدا من الكتل السياسية كما تريد هذه الكتل أن ترشح أسعد العيداني وغير أسعد العيداني. أسعد العيداني أحد الموالين لإيران، أسعد العيداني من أعطى أوامر القتل في البصرة، أسعد العيداني لا يمثل العراقيين. لذلك الشارع العراقي انتفض، إذا كان الشارع البصري أو الشارع البغدادي وجميع محافظات العراق، بعدم قبول أي سياسي موجود منذ 2003 في مكان رئاسة الوزراء. بعد ذلك في حالة الاستقالة أو تمت الاستقالة، فإن السيد محمد الحلبوسي سيكون رئيسا للجمهورية ورئيس مجلس النواب في نفس الوقت لتصريف الأعمال حتى يكون هناك إعادة انتخابات مبكرة حسب القانون الجديد الذي أقر، وهو 100% تجري الانتخابات في عدة مناطق جغرافية. نعم. طيب ما هذه هي المشكلة؟ هي مشكلة كبيرة عندما يعني يتولى محمد الحلبوسي هذه المسؤولية، لأنه رئيس مجلس النواب وبالتالي هو رئيس لهذه الكتل التي تتصارع أيضا داخل المجلس. هناك أيضا مسألة جدلية بين البناء وسائرون. من المكلف بتسمية رئيس للحكومة؟ لأنه سائرون بيعتبروا أنهم هم الأغلبية أو هم الأولى بتسمية رئيس للحكومة، وأيضا البناء يعتبر هذا. وفق الدستور العراقي، هل الأكثر عددا داخل البرلمان هم الذين يعلنون يعني أو يسموا رئيس الحكومة، أم الذي جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية؟ يعني ما هذه المسألة الجدلية لحد الآن؟ يعني هناك بين الأحزاب السياسية اتفاقات، مثلا أنه البناء الآن حسب الظروف الراهنة الآن، البناء مثلا أو والحكمة والنصر وصادقون وغيرهم إن اتحدوا في كتلة، قد تكون الكتلة الكبيرة هي داخل البرلمان، فيكون هناك انتخاب لرئيس وزراء أو ترشيحه. هذا كله كما نقول يعني في يريدون أن يعملوا شيئا وهم في فراغ. هذا الفراغ عندما يتصارعون هذه الكتل، وهذا يريد هو أن يكون رئيس وزراء، وهذه الكتلة تريد أن ترشح رئيس وزراء، هذا كله كلام فارغ بالنسبة للكتل السياسية، لأن الشارع العراقي هو الذي قرر، هو الذي يختار رئيس الوزراء، هو الذي سيحاول أن يغير الدستور، سيحاول أن يكون رئيس الوزراء ليس محتكرا فقط كما كانت على المحاصصة للشيعة فقط،
وإنما عراقي وطني ابن وطني أن يرعى مصالح الشارع العراقي كما قال السيد برهمس. طيب ما هذا هو هذه هي مطالب الحراك، نحن نعلم ان هذا هي مطالب الحراك، لكن المجلس النواب يبدو انه هناك مصالح سياسيه واقليميه ايضا مرتبطه طبعا بايران. عزيزتي اقول لك كلمه واحده، لا مصالح اقليميه ولا مجلس برلمان حتى يريدون استقاله محمد الحلبوسي. نحن الان صحيح انه السيد مرام صالح وضع رسالته ولحد الآن رئيس جمهورية، ولكن رئاسة الوزراء فقط لتصريف الأعمال، فلا إيران ولا غير إيران ولا أمريكا ولا الأجندات الخارجية المرتبطة بها تلك الأحزاب السياسية تستطيع أن تقضي على الشارع العراقي إلا إذا كانت هناك لا سامح الله حرب أهلية، وهذا ما لا نريده ولا يريده الشارع العراقي. طيب نحن نريد انتقال سلمي بين الحكومة الفاسدة الحالية وبين الشارع العراقي في اختيار رئيس الوزراء. طيب الآن الخيارات أمام الحراك في العراق، طبعا بعد إعلان اسم أسعد العيداني انطلقت مظاهرات، بالتأكيد حضرتك تعلم والجميع نعم. تابع هذا، انطلقت مظاهرات في كل المدن العراقية، حتى أنه في بعض المدن أشاروا إلى أنه يعني حتى أسموه بعض المتظاهرين أسموه سعد الإيراني مش سعد العيداني، ولكن أسعد. في نعم. أسعد الإيراني نعم. لكن في هذه التفصيلة أو في هذه الجزئية، ما الذي من الممكن أن يقوم به الحراك لفرض رغبته على مجلس النواب، وهل سيستجيب مجلس النواب ويستقيل العيداني؟ أختي العزيزة، أسعد العيداني قد ذهب إلى برهم صالح إلى القصر الجمهوري وسلمه كتاب تكليفه برئاسة الوزراء، رفض السيد برهم صالح. هذا التكليف لا يكلف من قبل برلمان إلا بموافقة رئيس الجمهورية. حسب الدستور العراقي رئيس الجمهورية توقف عن ترشيح أي شخص من داخل الكتل السياسية. إذن المسألة حسمت لا أسعد العيداني. طيب. ولا غير أسعد العيداني. ما سيقدمون يا دكتور، ما سيقدمون أيضا شخص آخر مدعوم من طرف خارجي، يعني مجلس النواب هل غير قادر، هل هذه الكتل السياسية غير قادرة على تقديم اسم آخر بدلا من أسعد العيداني؟ الشارع لا يريد ذلك، لا أسعد العيداني ولا قصي السيد ولا أي شخص يريدونه من داخل الكتل السياسية الذين كانوا في السلطة من 2003. هاي شروط الحراك الشعبي العراقي. طيب. هذه الجزئية تأخذنا إلى نقطة أخرى يا دكتور وسام، هل من المفترض أن تسبق الانتخابات المبكرة مثلا تسمية رئيس الحكومة، يعني حتى يضمن الشارع مثلا أن النواب سيختاروا بالفعل شخص مستقل بعيد عن الكتل السياسية، أو يعني ما الذي يعني ما الخطوة التي من المفترض أن تسبق الأخرى في رأيك؟ أنا في رأيي الانتخابات المبكرة وحسب ما أقر من قانون داخل البرلمان الجديد، أعتقد أنه هذه هي النقطة المهمة، بأن الشارع العراقي هو من يختار رئيس الوزراء أن لا يكون من الكتل السياسية الشيعية. لا يوجد ذلك نهائيا. نحن عراقيين نتعايش في سلم فسيفساء واحد، إن كان مسيحيا أو كان كرديا أو كان شيعيا أو سنيا أو تركمانيا، أن يكون رئيس وزراء عادل نزيه يتطلع إلى ما يتطلع إليه الشارع العراقي، بعيدا عن المحاصصة السياسية التي فرضتها إيران على الكتل السياسية الموالية لها وسرقت أموال العراق والسحت الحرام والتعيينات. لماذا الآن؟ أنا أمس وصلني خبر، الآن حملة الشهادات العليا بدأوا يعينونهم في دوائر الدولة. يعني هناك فرص عمل كانت موجودة، ولكن فرص العمل هذه كانت في السابق لابن عمتي وابن خالي وابن عمي وابن أختي، حتى في السفارات لحد الآن مسألة العائلية سيتم هذا كله القضاء عليه لبناء العراق من جديد. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به، دكتور وسام صباح المحلل السياسي العراقي.